الأممية في تونس 17.7 ولديها عدد مفزع، لأنه باش أعلن الحرب بأن الأممية هي عدوان البشرية، وتنقلوا عدوان يعني لابد من شن حرب ضد الظاهرة دي، ونقص بنسبة أممية في تونس وخاصة في بعض الولايات خاصة الشمال الغربي مثل الكسرين والقيروان وجندوبة، دونك لابد من وضع آليات لتخفيض من هذه النسبة مفزع نوعا ما، باش يقع تنسيق مع سيني في المستقبل في تعداد السكان، أنه باش نحطوا خانة باش نحصروا بالضبط عدد الأميين ونحصروا بؤر الأمية باش تكون الاستراتيجية نتاعنا موجهة مناطق معينة. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية تسويت وضعية المتعاقدين المدرسين في مجال التعليم الكبار، هي قلم في التحفيز، وهذا مسار أنه باش نسوي وضعية المدرسين شوية منظرين على موظفين الدولة. الثانية وضع استراتيجية باش نعرفوا احنا شو هدفنا بالصروف وما هي الآليات المستعملة باش نقصوا من نسبة الأمية. وثم فريق خبراء بالتنسيق مع المنظمات العالمية والوطنية انكب حول إعداد الاستراتيجية وتمتد من 2024 حتى 2030. الحاجة أخرى تم تركيز منظومة إعلامية، المنظومة الإعلامية تمكننا باش نعرفوا مختلف المراكز التربية الاجتماعية تاعنا في أنحاء الجمهورية كاملة، واللي هما بالمناسبة عدد تاعهم 965 مركز، والسنة الفارطة كانوا 857، دونك هناك قفزة نوعية في عدد المراكز. ثم جهود انكبت على الميدان وقمنا بحملة استقطاب وتحفيز الأميين باش يلتحقوا بمراكز التربية الاجتماعية تاعنا، دونك زدنا من السنة الفارطة حوالي 20,000 قاعدين يدرسوا فيها، السنة توا عنا 27,000 يعني بزيادة 30%. منظومة عالمية هذه تمكننا باش تكون عندنا المعطيات والإحصائيات في مختلف أنحاء الجمهورية كاملة، يمكننا من أخذ القرار وتصفيه برامجنا في أسرع الأوقات.